السلام عليكم ورحمة الله. تطورات عديدة في المشهد اليمني، أبرزها ما بدا معلنا هذه المرة بعد أن كان رهين أحاديث المراقبين والمحللين السياسيين، وهو أن الإمارات تمارس دورا سلبيا في اليمن. فبحسب الناطق باسم الحكومة اليمنية، فإن ما جرى في شبوة من هجوم لميليشيات المجلس الانتقالي كان مدفوعا من قيادة القوات الإماراتية في المنطقة. لماذا تسعى الإمارات لتفجير المشهد السياسي في اليمن وتخلق انقلابا جديدا رغم أنها تدخلت أصلا لمحاربة انقلاب الحوثيين؟ أم أن التناغم والغزل بين الانتقال والحوثيين قد يشير لبصمات إماراتية في الانقلابين؟ الشرعية اليمنية الآن استطاعت كسر الميليشيات الانفصالية في شبوة، فهل سيكون ذلك نقطة تحول من أجل استعادة البلاد من تغول الأطراف الخارجية، والذي يؤثر وللأسف على استقرار وسلامة المواطنين؟ نبدأ النقاش ولكن بعد هذا التقرير. تطورات جديدة تفرض نفسها على الحرب اليمنية، تشهدها ميادين القتال برجوح الكفة عسكريا جنوب البلاد وفي محافظة شبوة تحديدا لصالح قوة الشرعية الموالية لحكومة الرئيس عبد رب منصور هادي، بعد صراع فجر إلى العلن مع قوات جنوبية انفصالية مدعومة إماراتيا وسيطرتها على العاصمة المؤقتة عدن وسعيها أبعد من ذلك. تقارير ميدانية وأخرى عسكرية أفادت بتلقي القوات الانفصالية المدعومة من الإمارات خسائر كبيرة على يد القوات الحكومية في أول انتكاسة لها منذ أن بدأت تحركاتها ضد الشرعية في محافظات الجنوب اليمني. القوات الانفصالية فشلت في اقتحامها لمدينة عتق، حيث تمكنت قوات الجيش اليمني من صدها والسيطرة على مواقع كانت تتمركز فيها على مداخل المدينة، كما وإحراق عربات إماراتية عسكرية، وهو ما استدعى المجلس الانتقالي إلى الدعوة لوقف إطلاق النار. من عدن إلى أبين وثم محاولة السيطرة على عتق هو توسع لتحركات المشروع الانفصالي بعد الانقلاب في العاصمة المؤقتة، يشير إلى دلالات عديدة، حيث يسعى الانفصاليون إلى فرض واقع جديد في المحافظات الجنوبية في الوقت الذي باتت فيه هذه التحركات تهدد بشكل جدي وحدة التحالف بقيادة السعودية والتعاون الإماراتي السعودي بهذا الخصوص. وعلى ما يبدو فإن المساعي السعودية لإطلاق حوار بين الانفصاليين في الجنوب اليمني والحكومة في جدة وصل إلى طريق مسدود في ضوء استمرار التصعيد الانفصالي في الميدان ورفض الحكومة الدخول في مفاوضات دون وقف هذا التصعيد وانسحاب الانفصاليين من عدن. وللنقاش حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا هنا في الاستوديو الدكتور عادل دشيل الأكاديمي والباحث السياسي، كما ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ سامي الحروبي الصحفي اليمني. مرحبا بضيوفنا، وأبدأ بك دكتور عادل. يعني الشرعية اليمنية تحقق تقدما في شبوة، تحمي شبوة وتحمي بذلك حضرموت والمهرة، كيف تفسر هذا النجاح من الشرعية والانكسار لميليشيات الانتقالي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، هذا الانتصار هو انتصار للدولة اليمنية التي تمثل الشعب اليمني من المهرة إلى صعدة في المقام الأول. بالنسبة للانتصارات على الأرض، هناك من أعاق الحكومة اليمنية أن تحرر المناطق التي تخضع للميليشيات الحوثية، واليوم هناك من يريد أن يسقط المناطق المحررة تحت هذه الميليشيات أو يريد أن يسلمها لهذه الميليشيات. عندما نكون صريحين وواقعين، عندما حست الإدارة السعودية بالخطر يداهم أمنها القومي، تركت الحكومة الشرعية أن تقوم بمهامها الشرعية والعسكرية على الأرض. وبالتالي الانتصار على الأرض في محافظة شبوة من وراءها المملكة العربية السعودية بالمقام الأول، فهي من دعمت الجيش اليمني على الأرض. وعندما أحست المملكة العربية يعني شعرت بالخطر يداهمها في شبوة وفي وادي حضرموت بأنه لا أمل لهذه الميليشيات، فرئيس المجلس الانتقالي يفاوض داخل جدة،
وميليشيات تتحرك على الأرض عسكريا. كيف يفسر هذا؟ معنى أن هذه الميليشيات لا عهد لها ولا ذمة، وأنها لا تختلف عن الميليشيات الحوثية في صنعاء. لذلك أنا من وجهة نظري يعني باعتقادي بأن الإدارة السعودية هي من تركت، هي من أوعزت الحكومة اليمنية أن تقوم بمهامها الشرعية على الأرض، وإذا ترك السعوديون الحكومة اليمنية أن تقوم يعني بدورها الحقيقي والشرعي والقانوني على الأرض، فسيكون هناك انتصار ليس في شبوة فحسب، ولكن أيضا في إقليم عدن. يعني النجاح في شبوة من قبل الشرعية من جهة هو انتصار للدولة اليمنية، ومن جهة ثانية يشير إلى أن هناك تبدل في للموقف السعودي. إشارة إلى، بالإضافة إلى ذلك أيضا البعد التاريخي والقبلي داخل محافظة شبوة. محافظة شبوة هي من يديرها قبائل، يعني من الآن هي تحت إدارة الحكومة الشرعية صحيح، ولكن القبائل دائما في هذه المحافظة تنحاز للمشروع الدولة الاتحادية، مثل ما كانت مأرب والجوف كانت هي يعني صمام أمان، وهي الصخرة التي تحطمت أمامها الميليشيات الإنقلابية، وأيضا لقنت الميليشيات الإنقلابية المتمردة الحوثية دروس بليغة، وها هي اليوم مأرب تحت يعني الشرعية اليمنية، وأيضا الجوف. أيضا شبوة كسرت المشروع الانفصالي باعتبار أن القبائل التي عانت من المشروع القديم، مشروع الحزب الاشتراكي الذي يعني أمم الممتلكات الناس، هم يعني لديهم تجربة مرة من هذه الميليشيات الإنقلابية أو هذه الميليشيات المتمردة، وبالتالي لن يسمحوا لهذه العصابات المتمردة أن تدخل إلى محافظتهم وأن تدمر محافظتهم. بالإضافة إلى ذلك أن هذه المنطقة منطقة حساسة، هي منطقة نفط وبترول، وفيها مشروع الغاز المسال، أي أن الغاز الذي يأتي من داخل صافر يمر عبر شبوة إلى داخل إلى بلحاب. إذا 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 يعني قامت هذه الميليشيات بالاستيلاء على هذه المحافظة، معنى أنه هناك سيكون لها دعم مادي، وأيضا لديها يعني استراتيجية، سيكون لديها استراتيجية للتوسع في محافظة حضرموت. إسقاط شبوة معنى ذلك أنه يستطيع الانتقالي أن يقيم دولته بكل تأكيد، لأنه الحوثيون لماذا الآن في الشمال لا يمتلكون موارد؟ الموارد موجودة يعني في داخل مأرب وداخل المحافظات الأخرى، وبالتالي أصبحوا معزولين عن العالم الخارجي، وهم عبارة عن عصابة ميليشيا مسلحة متواجدة داخل صنعاء. حتى الآن إقليم عدن هو تحت ما يسمى بحكم الانتقالي، لكن هذه المناطق لا يوجد فيها يعني نفط وما إلى ذلك، وبالتالي يعني من أوعز لهم بهذا الانقلاب جعل الآن من عدن ومن المناطق التي تحت سيطرة الانتقالي معزولة عن العالم بشكل كامل. سأعود إليك، ولكن دعنا نشرك أيضا في حوارنا الأستاذ سامي الحروبي، خاصة في نقطة مركزية شبوة. يعني كيف تفسر وأنت صوت جنوبي أستاذ سامي ما فعله الانتقالي من أن يجلب يعني مقاتلين إلى شبوة في الشرق اليمني؟ مساء الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين. طبعا هذه المعركة تعتبر معركة جنوبية بامتياز. هناك من يدافع عن بقاء الدولة، وهناك من يحاول تنفيذ مشاريع التمزيق وإحياء المناطقية التي دفعنا ثمنها نحن كجنوبيين لأعوام طويلة، وبالتالي الحفاظ على شكل الدولة وحضورها يدافع عنه اليوم كل الشرفاء في الجنوب، خصوصا وأن طرف من الأطراف وبمعنى أدق المجلس الانتقالي يسعى إلى إذكاء المناطقية ويختزل الوطنية في مناصريه، وما دونهم يتم نعتهم بالخونة أو بالأخوين وكثير من التهم الباطلة. يعني هو يقول أن من قاتلنا في شبوة هم الشماليين، هكذا يقول؟ غير صحيح، غير صحيح. جزء من الصراع في عتق اكتسب صفة قبلية تاريخية، ودافع المنتصرون عن حضور تاريخي وجدوا أنه على وشك السقوط تحت أقدام أخرى. اعتمدت الحكومة في معركة عتق على شخصيات كبيرة من محافظة شبوة لها حضورها القبلي والعسكري، بينما اعتمد الانتقالي على قيادات شاذة ليس لها أي ثقل سياسي أو قبلي، وهذا الفرق بين الدولة وبين الميليشيات المتخبطة. طيب كيف الآن النظرة لشبوة وقد أعلن الجيش الوطني تحريرها، بل هناك أيضا تصريح من هيئة الأركان اليمنية بأن الجيش مستعد لأي طارئ في محور شبوة ومعنويات القوات في أعلى مستوياتها. هذا النجاح في شبوة كيف يمكن أن يؤثر في المشهد السياسي أستاذ سامي؟ على ما يبدو طبعا أن السعوديون أعادوا ترتيب أوراقهم في شبوة بشكل جيد، وقرروا التدخل فعليا لصالح الحكومة. المملكة كانت ولا تزال الداعم الرئيسي للحكومة الشرعية، وأهدافها واضحة تجاه أمن واستقرار اليمن، ويجب تصويب المعركة تجاه
العدو الحقيقي والكف عن خلق معارك جانبية يكون المستفيد منها الحوثي. طبعا اليوم أبناء شبوة سطروا ملاحم بطولية ضد ميليشيا الانقلاب ودعموا الدولة بكل الإمكانيات المتاحة تحت شرعية فخامة الرئيس عبد الرب منصور. هذه لأنهم رأوا في الطرف الآخر طرف قروي مناطقي يسعى إلى إذكاء الفتنة بين الجنوبيين وأعادة الصراعات الماضية إلى المشهد بشكل عام. طيب إذكاء الفتنة هو ما يريده هذه الميليشيات. سأعود لك أستاذ سامي، كيف تنظر دكتور عادل لفعلا أداء هذه الميليشيات؟ يعني حقيقة كنا نصدم بتصريحات على مواقع التواصل لأنصارهم وهم حتى يمارسون أفعالا مارسها الحوثيون، يعني اقتحام منازل، سرقة حتى قصر معاشيق. يعني كيف تفسر أداء هذه الميليشيات؟ طبعا أخي الكريم، الميليشيات في أي مكان لا عهد لها ولا ذمة. لا فرق بين الميليشيات الحوثية في يعني والميليشيات المتمردة في عدن، فهما وجهان لعملة واحدة، الانتقالي والحوثي. وهذه الميليشيات أي الحوثية والمتمردة الانفصالية في الجنوب كانت تدرب منذ وقت مبكر في بعض الجزر الإرترية بدعم إماراتي إيراني. لذلك المشروع الإماراتي الإيراني هو من تصدر المشهد عسكريا على الأرض من خلال التناغم فيما بينهم. هل الميليشيات المتمردة الآن كان الأحرى بعيدروس الزبيدي وهذه الزبيدي وهذه الميليشيات التي تتبعه أن يحرر ما تبقى من الضالع، أن يحرر ما تبقى من لحش، أن يهاجم الجماعات الجماعة الحوثية، أما أن يكون يعني في وسائل الإعلام يقول نحن جزء من التحالف العربي وكأنه دولة يتحدث، ونحن ضد المشروع الإيراني، ولكن على الأرض يقاتل إخوانه. يعني تخيل اقتحموا عدن ومؤسسات الدولة ونهبوها بتلك الصور الشنيعة عندما رأيناهم من البحر والبر وهم ينهبون قصر معاشيق، ويقولوا نحن جئنا إلى هنا ضد الإخوان وضد الإرهابيين وضد جيش علي محسن وما إلى ذلك. يعني نفس العبارات ونفس المصطلحات التي كان يستخدمها المتمرد الحوثي داخل صنعاء. إذن أنا بالنسبة لي شخصيا هذه الميليشيات يعني لا تختلف عن الميليشيات الحوثية، ولن نرى الخير ولن نرى الأمن ولن نرى السلام ما لم يتم يعني هزيمة هذه الميليشيات عسكريا، سواء المتمردة في صنعاء أو المتمردة في عدن، لأن هذه الميليشيات لا يوجد لديها مشروع دولة. هذه ميليشيات سلب ونهب وعصابات متمردة تريد أن تفرض أمر واقع بقوة الحيد والنار، وهما لن يقبلها المجتمع اليمني. بخصوص الدور الإماراتي، وأنت أشرت إلى أن هذه الميليشيات كانت تدرب سابقا في جزر على الساحل الأريتري، الإمارات تقول في مجلس الأمن نحن كنا نطالب بضبط النفس في جنوب اليمن وأن ما حدث لا علاقة لها به. كيف نظرت لمثل هذا التصريح للإمارات؟ ماذا يعني الآن صرحت الحكومة اليمنية بأنه لو لم تكن الإمارات العربية المتحدة هي من أدارت هذا التمرد ما حصل الذي حصل. يعني من دعم هذه الميليشيات بهذه الأطقم العسكرية والمدرعات والسلاح الشخصي والمتوسط والثقيل، ومن مولها؟ من أين لها هذا المال؟ من أين لها؟ من أين لها؟ يعني حتى الحكومة اليمنية صرح مدير مكتب رئيس الوزراء السابق قال أتحدى الإمارات العربية المتحدة أن تثبت أنها دعمت الحكومة اليمنية بدينار بدولار واحد. أي أن الدعم الإماراتي كان يتوجه دائما للميليشيات الانفصالية. يا أخي الكريم، لو كان هناك يعني هي تقاتل مثلا تواجه المشروع الإيراني، هل الحوثيون يعني قاموا بمهاجمة القوات الإماراتية؟ كل الهجمات التي ينفذها الحوثيون ضد السعودية لم تنفذ أي هجمة واحدة ضد حتى القوات الإماراتية. يعني محمد عبد السلام يقول هناك تفاهم بين الإماراتيين، نرجو أن يستمر، هكذا قال. وهذا التفاهم هو ما فسر، يعني هو التفسير الحقيقي يعني لما حصل في الأيام الماضية ولما يحصل اليوم في شبوة. كان الإماراتيون وأيضا الإيرانيون كانوا يريدون أن يفرضوا أمر واقع، فكانت هذه التفاهمات تقضي بأن يبقى المجلس الانتقالي هو من يسيطر على المشهد عسكريا في جنوب اليمن، وأن تسيطر الميليشيات الحوثية على المشهد عسكريا في شمال اليمن، وبالتالي سيكون هناك مشروع إيراني إماراتي في اليمن، وسيتحد هذا المشروع في المستقبل ضد المملكة العربية السعودية. الآن السعوديون فهموا المخطط جيدا
وأدركوا بأن الإمارات العربية المتحدة تدغدغ مشاعرهم ببعض العبارات المنمقة بأنها مع المملكة والسعودية العظمى، ولكن على الأرض تشتغل ضد المملكة العربية السعودية. يعني عندما دخل الآن الميليشيات المتمردة حاولت الوصول للخط الدولي الرابع ما بين حضرموت وبين شبوة، معنى ذلك أن وادي حضرموت سيسقط، وإذا سقط وادي حضرموت معنى ذلك أن الأمن السعودي مهدد بشكل مباشر من الإيرانيين وأيضا من الميليشيات التي تتبع الإمارات. لذلك أنا من وجهة نظري الشخصية لا حل ولا أمن ولا سلام ما لم يكن هناك دعم حقيقي للحكومة اليمنية في أن تبسط سيطرتها بشكل كامل في المناطق المحررة، ومن ثم مواجهة المشروع الإنقلابي المتمرد في المناطق الشمالية التي لا زالت تحت حكم ميليشيا الحوثي. طيب دكتور، لو أذهب إلى الأستاذ سامي، يعني ما رأيك بحقيقة الدور الإماراتي في الجنوب وأنت صحفي مطلع على كثير من زوايا و تفاصيل المشهد الجنوبي؟ الإمارات تقول نحن قدمنا دماء، قدمنا مساعدات، قدمنا أموال للجنوب، كيف تنظر أنت للجهد الإماراتي في المحافظات الجنوبية؟ أستاذ سامي، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ سامي الحروبي. دعني أعود إليك بخصوص الخلاف السعودي الإماراتي. يعني من يتابع مواقع التواصل الاجتماعي يجد أن هناك معركة حامية بين الإماراتيين والسعوديين، تعليقات نارية، ضحي خلفان وهو قائد شرطة دبي يعني يعلق بشكل عنيف في المشهد اليمني، يسيء لهادي ويسيء لمن يتحالف مع هادي كما يقول، بينما يرد السعوديين بالمقابل من أن هذا يعني وكانه عدم احترام لقيادة السعودية للاحترام، هكذا قال عضوان الأحمري. يعني إلى أي مدى ممكن أن يتصاعد الخلاف السعودي الإماراتي؟ طبعا المملكة العربية السعودية لا تريد أن يكون هناك يعني أن يظهر الخلاف على السطح وأن يعني يتطور المشهد إلى صدام عسكري بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. ولذلك السعودية في الوقت الراهن لن تقوم يعني بالخوض في معارك جانبية مع الإمارات العربية المتحدة. هي ستلقن الإمارات العربية المتحدة إذا أرادت على الأرض عسكريا، وسيكون وقد كان الرد يعني للإمارات العربية المتحدة على الأرض عسكريا، معنى ذلك أن المملكة العربية السعودية الآن يعني هي تقف ولو بطريقة هي لا زالت تقف في الموقف الضبابي، ولكن بالمجمل موقفها في شبه مشرف مع الحكومة اليمنية، ومن خلال يعني اليوم تصريحات الجيش اليمني يقول بأنه مستعد لأي طارئ في شبه، معنى ذلك أن هناك إشارة من الإدارة السعودية على أن على يعني للحكومة اليمنية تحركوا على الأرض عسكريا وسيصل الدعم والمال إليكم. يعني تأديب الإمارات في اليمن يكون من خلال دعم الشرعية. لن المملكة العربية السعودية لن تدخل في مواجهة مباشرة مع هؤلاء، وبالتالي هي ستوعز الحكومة اليمنية وستترك تفرض أمر سيطرتها على الأرض عسكريا فقط. السعودية لن تدخل في مشاكل جانبية، ولن تدخل في حرب إعلامية، ولن تدخل حتى يعني في مواجهة مسلحة. يعني ستدعم بكل باختصار تدعم الحكومة اليمنية، والحكومة اليمنية مستعدة أن تخرج الحاكم الإماراتي من داخل بلحاف في خلال 48 ساعة لأقل ربما أقل من ذلك. رجع إلينا الأستاذ سامي، أريد أن أسألك بشأن ما تقوله الإمارات من أنها تقدم خدمات للجنوبيين وقدمت أيضا أرواح جنودها الذين سقطوا هناك، كيف تنظر للدور الإماراتي في الجنوب؟ طبعا نحن لا ننكر أن الإمارات قدمت شهداء، ولكن لم تقدم إلا قليل من الشهداء في الجنوب، لا يتجاوز 3 أو 4 شهداء. الشهداء كانوا في مارس، لذلك الإمارات لديها مشروع واضح علينا أن نكون صريحين، وهي سعت إلى أن تدعم الانتقالي كممثل حصري لها، وما نراه اليوم من المغردين والسياسيين والإماراتيين يثبت ما نقوله. الميليشيات ومن يدعمها تعيش حالة هستيرية اليوم بعد فقدانها الكثير من المواقع الهامة بمحافظة شبوة. الإساءة للرئيس الجنوبي سامي، يعني هناك إساءة للرئيس عبد رب منصور هادي وهو شخصية جنوبية، في المقابل يقولون نحن مع الجنوب ومع مظلمة الجنوبيين، هذا التناقض الإماراتي كيف تقرأه؟ طبعا عندما يتحدث ضاحي خلفان وهو مسؤول بارز في القيادة الإماراتية يتحدث ويسيء للرئيس اليمني
وكأنه لا يعلم أن الرئيس عبد الرب منصور هادي هو رمز اليمن وقائد مسيرتها، وهو بذلك أساء لكل اليمنيين كما أساء للمملكة العربية السعودية يوم أمس التي تستضيف الرئيس هادي، ووجه إليها العديد من العبارات التي تنم عن حقد دفين بداخل هؤلاء ضد كل من يقف في وجه هذا العبث الذي يقومون به في الجنوب اليوم. كيف يمكن أن يقرأ كجنوبيين يا أستاذ سامي، كيف يمكن أن يقرأ أن الإمارات تدعم عيدروسه من الضالع وتسيل رئيس جنوبي أيضا له أنصار داخل الجنوب في أبين وفي شبوة وحضرموت؟ طبعا الإمارات العربية المتحدة كانت ولا زالت تسعى للضغط على عبد الرب منصور هادي عبر مرتزقتها المحليين بعد أن فقدت الأمل في فرض شروطها على الرئيس هادي. اليوم انكسرت طبعا مغامرة هاني بالعكس، فهي في طريقها تنفرد وإلى الأبد كان هذا مصيرها الواضح طبعا منذ البداية، فحين اعتقد البعض أن الانتقال في عز قوتها العسكرية كنت على يقين بأنه في أصعب حالاته ويندفع بجنون نحو الانتحار. لا يمتلك الانتقال مشروع وطني ولا منهج سياسي، بل تأسس وعمل في أداة لأهداف لا صلة لنا بها، وهذا بان واضحا لكل من لديه عقل محرر من قيود الوهم والعاطفة. يعني أنت ترى أن الانتقال أداة للإمارات وليس حاملا لمشروع جنوبي. أشكرك جزيل الشكر أستاذ سامي الحروبي الصحفي اليمني على مشاركتك. لم يعد معي كثير من وقت دكتور عادل، وهناك نقطة ربما حاولت أن أناقشها مع الأستاذ سامي قبل قليل، يعني تهديد النسيج الاجتماعي في اليمن بشكل عام وفي المحافظات الجنوبية، ألا تلاحظ ذلك من خلال أجندة الإمارات في الجنوب؟ بكل تأكيد المشروع الإماراتي يقوم على تفكيك المجتمع اليمني وتحويله إلى كانتونات صغيرة ومتناحرة، لأنه لا يمكن الإمارات أن يعني أن تنجز أو أن تنفذ مشاريعها التدميرية في جنوب اليمن ما لم يكن هناك يعني تيارات عديدة. الآن لماذا تريد أن تسقط الجنوب اليمني؟ كي يدير هذا يدير المناطق الغنية بالنفط والمناطق الجنوبية ميليشيا مسلحة تدين بالولاء المطلق للإمارات العربية المتحدة. الرئيس هادي رفض كل الإملاءات الإماراتية منذ تدخلها في عاصفة الحزم حتى اللحظة، ولذلك نرى هذه الهجمة الشرسة من قبل الإمارات العربية المتحدة، لأن الرئيس هادي حتى وإن كان يعني في موقع ضعف يعني في سلطته ليست على الأرض متواجدة عسكريا بشكل كبير، لكنه يرفض كل الإملاءات وكل الإجراءات الإماراتية، مما جعل هؤلاء يحاولوا إيجاد ميليشيات مسلحة تنفذ لهم ما يريدونه. وبالتالي المشروع الإماراتي لن ينجح في جنوب اليمن ولن ينجح في شمال اليمن. صحيح أن النسيج المجتمعي الآن مفكك، صحيح أنهم نشروا المناطقية والجهوية وظهرت هويات متعددة في هنا وهناك، ولكن سيكون هناك مصالحة وطنية شاملة وسيكون هناك دولة يمنية اتحادية بإذن الله إذا دعمنا الأشقاء وعلى وجه التحديد المملكة العربية السعودية. كان معنا هنا في البرنامج أحد الناشطين من المهرة وكان يقول نحن من الشرق سوف ندافع عن الشرعية. هل الآن بالانتصار في شبوة والصمود الأسطوري لقبائل شبوة ضد ميليشيات مدعومة من الإمارات يمكن أن نقول أنه من الشرق سوف يأتي الفرج؟ بكل تأكيد، وحتى أبناء شبوة يقولون نحن الأقرب إلى أبناء مأرب، لدينا يعني روابط تاريخية وأسرية وما إلى ذلك، وهم الأقرب من حيث العادات والتقاليد إلى مأرب إلى أقليم سبا. وبالتالي أنا من وجهة نظري الشخصية بأنها المهرة هي من أسقطت مشروع الانفصال، ومأرب هي من أسقطت المشروع الطائفي في صنعاء، والمستقبل سيكون لليمن الاتحادي وسيدير اليمن الاتحادي من الأبناء شبوة ومأرب. من يدير سيدير المشهد في المستقبل هم من أبناء هذه المحافظات، لأنهم هم من كسروا صنمية المشاريع التدميرية والطائفية والمناطقية، هم أبناء هذه المحافظات إقليم سبأ وإقليم الشرق وخصوصا من داخل المهرة أو داخل شبوة عفوا. طبعا نحن نتكلم الآن عن الجنوب وهي مناطق محررة، كان يفترض أن يجتمع الصف كله لمواجهة الحوثيين. الحوثي اليوم يهاجم السعودية بطيران مسير انطلق من المناطق التي يحتلها في شمال البلاد. يعني متى يمكن أن نقول أو متى نتوقع من الشرعية أن تطالب الإمارات بمغادرة اليمن حتى يجتمع الصف اليمني
لطرد الحوثيين. الآن هناك يعني هناك لقاءات مكثفة لإجراء قرار أو لإصدار مرسوم رئاسي بطرد الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي الدولة اليمنية أنا أعتقد بأن الإدارة السعودية هي من توعز لها بأن لا تتخذ قرار مثل هذا في الوقت الراهن وقبل تأديب الإمارات عسكريا على الأرض. وبالتالي الحكومة اليمنية الآن ستحاول قدر الإمكان أن تسقط يعني المعسكرات الميليشيا داخل شبوة، وإذا انتصرت في شبوة وحرت شبوة بعدها المكلة وإخراج هؤلاء من هذه المحافظات. فإذا استمرت الإمارات العربية المتحدة، السعودية تريد أن يكون هناك خروج مشرف للإمارات، ولكن الإمارات ترفض ذلك، مما يعني حتى وأن الحكومة اليمنية في الوقت الحالي لم تصدر قرار، ولكن قد عرضت أمام المجتمع الدولي بأن هذه الدولة تدعم ميليشيا هنا وهناك. وكان خطاب المبعوث المندوب اليمني في الأمم المتحدة كان صريحا واضحا، مما جعل الإمارات العربية المتحدة الآن أمام المجتمع الدولي بأنها دولة ترعى ميليشيات مسلحة وترعى ميليشيات إرهابية. إذا استمرت الإمارات في غيها، أنا أعتقد بأن الحكومة اليمنية ستصدر مرسوم رئاسي بإعفاء الإمارات. ولكن الجمهورية اليمنية لم تطلب من الإمارات العربية المتحدة التدخل، من الإمارات جاءت من السعودية، وبالتالي على السعودية أن تعفي الإمارات بالمقام الأول. ولكن إذا استمرت الإمارات، على الحكومة اليمنية أن تصدر مرسوم فقط رئاسي بأن هذه دولة محتلة، وبالتالي ستصبح يعني في مواجهة مع الشعب اليمني، بحيث أن الشعب هو من سيقاوم هذا بكل تأكيد كمحتل، يعني كيواجه الإمارات كمحتل وليس كحليف. الإمارات ليست حليف، هي تقوم بدور المحتل. أشكر جزيل الشكر دكتور عادل دشيلة الأكاديمي والبحث السياسي على مشاركتنا في هذه الحلقة. نرجو من الله تعالى أن يكتب السلام لليمنيين الذين لا يريدون إلا تحقيق أحلامهم في يمن جديد يضم جميع أبنائه.